المستشفى يتكون من 5 زونات. المبنى الرئيسي الذي يتضمن صالات العمليات النسائية والرقود وسكن أطباء ومهبط طائرات، وكذلك الأشعة التخصصية والرنين المغناطيسي ومبنى الاستشارية ومبنى الطوارئ. ومن ضمن هذه البنايات قاعات دراسية كذلك وسكن أطباء ومهبط طائرات وصالات عمليات يومية وصالات عمليات طوارئ. المشروع يسير بوتيرة عالية، حيث نسبة الإنجاز المخطط 63 والفعلي 66.5، ومن المؤمل أن ينجز هذا المشروع في النصف الأول من عام 24 إن شاء الله.